لكنني أريد أن ألفت أنظاركم إلى أنهم يضعفون إسحاق ابن يعقوب مثلما يفعل الخوئي والسيستاني والبقية، وفي الوقت نفسه يضحكون على الشيعة حينما تسأل الشيعة على أي أساس شرعت المرجعية، يعودون إلى نفس هذا التوقيع ويقولون لهم: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وهم يضعفون التوقيع، يضعفون التوقيع، هم لا يستطيعون أن يضعفوا الصدوق، ولا يستطيعون أن يضعفوا محمد ابن محمد ابن عصام الكليني، ولا يستطيعون أن يضعفوا محمد ابن يعقوب الكليني، ولا يستطيعون أن يضعفوا محمد ابن عثمان العمري، إسحاق ابن يعقوب، لأنه لم يذكر في كتب الرجال يضعفونه. والقرآن صريح: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا كان فاسقا فما بالكم بشخصية مجهولة على ما يقولون. إسحاق ابن يعقوب ما هو بشخصية مجهولة، شخص ينقل عنه الكليني ويحدث بحديثه محمد ابن محمد ابن عصام الكليني، وهذا الشخص ينقل عن السفير الثاني، والكلام كلام إمام زماننا، والتوقيع قوة السبك فيه واضحة، هذا هو سبك الحجة ابن الحسن. بغض النظر عن هذا الأمر، ليس معقولا أن محمد بن يعقوب الكليني ينقل عن شخص لا يعرفه أمرا بهذه الأهمية، أن ينقل توقيعا مفصلا منقولا عن صاحب الزمان، لا يعقل هذا. هذا شخص معروف جدا وله منزلة عظيمة لم يذكر في كتب الرجال. ما هي حكيمة بنت إمامنا الجواد؟ لم تذكر في كتب الرجال أيضا، وهم يضعفون رواياتها أيضا، لأنها ما ذكرت في كتب الرجال وما وثقت. من طيح الله حظكم من أولكم لآخركم. السيدة حكيمة بحاجة إلى توثيق في كتب الرجال؟ أمطاية ولد الأمطاية من كبيركم لصغيركم، ولد الحرام.